الفراخ بالبابريكا والدوريتوس. صلى على النبي واذكر الله، ويلا نبدأ الفيديو. والطبق ده فيه 670 سعرة حرارية و85 جرام بروتين و25 جرام كارب و25 جرام دهون صحية. واهم حاجة قبل ما تاكل، تاكل بيدك اليمين نص وتذكر كيلو الله. كده من صدور الفراخ هنتبله كده بشوية ملح قليل الصوديوم مع شوية البهارات دي بقى. البهارات دي فلفل أسمر وبابريكا مدخنة وبابريكا عادية وتوم بودرة وبصل بودرة. فضيها كده اهو على الفراخ بس كده. ده شكلها بقى بعد ما اتبلت. هنسيبها بقى ليلة كاملة في التلاجة، ولو انت مستعجل عليها تعملها بعد ساعتين. 10 جرام كده من الزبدة، فيها 90 سعرة حرارية و10 جرام دهون وادي صحية. الفراخ بقى طلعتها بعد ليلة كاملة في التلاجة. اول كده ما السمنة تسخن ننزل عليها بقى ايه بالفراخ، تاخد صابلة قلبها بقى. الاحمر اللي فيها ده بابريكا مش دم. وهي بتستوي بقى كده ننزل عليها بشوية زعتر عرايشي، لو عندك روز ماري كمان حط. وقرب ما تقرب تستوي كده تنزل عليها ببصلاية متقطعة، ونقلب كله في بعض. وبعد ما استوت بقى كده نقلتها في طبق وحطيتها على الميزان اوزنها، طلعت 265 جرام. وبالنسبة بقى لسعراتهم الحرارية، جربت برنامج اسمه لوز ان، طلع لي النسب كالتالي: 437 سعرة حرارية و82 جرام جيب بروتين. بقى كيس الدوريتوس ب4 جنيه كده، نفضيها مع الميزان كان وزنه 47 جرام، في 233 سعرة حرارية، 24 جرام كارب، 13 جرام دهون، 3.7 جرام بروتين. هنقدر نقول 4 جرام بروتين. وانا استعملت مع الدوريتوس برنامج ماي فيتنس بال. ومش كده وبس، تعالى بقى معايا علشان النهاردة هنعمل